والله يا اخوانا ما هتلاقوا حد بار بوالديه بابوه وامه الا وهتلاقي ربنا عز وجل بيحفظه، هتلاقي ربنا بيكرمه بيوفقه يفتح له الابواب المقفوله يرزقه من واسع ومن فضله. سبحان الله تلاقي كل اللي يشوفه يحبه وربنا في الاخر يحسن ختامه ويوم القيامه يدخله الجنه. طيب ده ايه الجمال ده؟ رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. قيل من يا رسول الله؟ قال من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كلاهما فلم يدخل الجنه. في واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجره وعلى الجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له احي والدك؟ الرجل قال له اه عايشين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع اليهما ففيهما فجاهد. النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد سنام الاسلام، متخيل؟ وفي حديث تاني واحد برضه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجاهد معاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له احية امك؟ فقال له اه يا رسول الله عايشه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك الزم رجلها فثم الجنه. وسيدنا ابو الدرداء قال ان هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الوالد اوسط ابواب الجنه. عارفين احنا كلنا الحديث الصحابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. اخيرا ربنا عز وجل بيقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله العظيم لو عايز تجمع دنيتك واخرتك وتفوز بالاثنين ركز في موضوع بر الوالدين، خصوصا يعني كمان لو كبار الدنيا تحلو معاك خالص. ربنا يعيننا على برهم ويرحم اللي مات منهم. السلام عليكم.